يقول إذا كان هناك رجل يؤخر الصلاة، تأخر عن صلاة الجمعة لكنه لحق السجود الأخير، هل يكملها جمعة أو يكملها ظهرا؟ الجمهور يقولون أكملها ظهرا، وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن يصليها ظهرا. وأنا عندي يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. من أراد الاحتياط صلاها ظهرا أربعة بشرط أن يكون قد دخل وقتها، ومن شاء صلاها ركعتين ظهرا، ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى.